بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الشكر للسادة المقلدين بكل ليالي ما بدأ، لا تلوموني لا نقرأ ولا نكتب. الشهادة لي هي الضحايا الغام. أنا واحد من ضحايا الغام، من نص رجلي برنا من أحلى. وبي تفجرت عليها لقيت منها طروف. أولاد عمي ستة، اللي ثلاثة ماتوا مع بعضاهم هما والغلم، وشي هو تنظيف حاجة واحدة للسيد السلك نتاع الألغام هذا، يقول أربعة بلايش، أربعة محطات تاع سلك، هما مش أربعة. أربعة في أماكن وخمسة في أماكن وسبعة في أماكن، من أم الطبول النقرين. السلك هذا راه ماهوش من بلاصة واحدة، من أم الطبول النقرين. في أم الطبول زي، في بوربعية زي، في الكويف زي، وفي بوشبكة زي، وفي أم علي زي، وفي العقبة البيضاء زي، وفي بير العاتر زي، وفي نقرين زي. كل بلاصة زي نتاعها. كيما العاتر قدام العاتر في القليفة خمسة مواقع تاع السيلان هذا. السيلان للبوشيك اللي الصور يجوا عاقبين الجيش يحاربوا الخيط نتاعها الصور وتطلع واحد الأنبل هو تمشي تقول الدنيا كل نهار. الليل والنهار يشوفوا واش كاين. وواحدة الكونتر بي اللي منعتها السايب هذا تطلعك ويقبل فيها هذه كونتر بي، هذه اللي قصدت لي نقرا فيه. يقول لك ميترا، ماهيش ميترا، كاين بلايص 30 سنتيم بين الكعبة والكعبة. أنا قلعتها، أنا نحيتها من السيلان، نحيتها من السيلان 13 صف في سيلان واحد، 13 صف كنت فيه وحدها. خاطي البوشيك، خاطري كونتر جروب، خاطي الاخرى كونتر ليشار، خاطي نتاع نتاع الضوء. مشكل عظيم. ثوره قالت خليت لكم ثوره 40 سنه، لكن ماهيش 40 سنه. انا عندي ولد عمي عنده 12 سنه من قصتيه، 12 سنة برك، نتاع من كتر فيه، كتر فيه قصة الذراع اللي صار راهو موجود هامل صالح، الآن من الآن حي يولد يشهد، وبارك الله فيكم والسلام عليكم.